أعزائي المشاهدين، أمسي عليكم بالخير وأرحب فيكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأسبوعي العين السهرة. وحلقتنا لهذا الأسبوع راح نسلط الضوء على إدارة من إدارات وزارة الداخلية، وهي الإدارة العامة للدفاع المدني. نتعرف على طبيعة عمل هذه الإدارة والدور اللي يقومون فيها في حالة الكوارث والأزمات لا سمح الله. نشوف هذا التقرير جاكم، تابعونا. بالنسبة للإدارة العامة للدفاع المدني ولجنة الدفاع المدني، طبعا هناك المرسوم الدفاع المدني 21/79 نظم عمل الإدارة العامة للدفاع المدني، وهو صميم العمل اللي هو تنفيذ وتطبيق تدابير الدفاع المدني ابتداء من إعداد الخطط لمواجهة الكوارث الطبيعية والصناعية وإدارة الأزمات لها بالتنسيق مع وزارات الدولة ومؤسساتها والهيئات بالدولة. طبعا يعتبر إعداد الخطط مرحلة وقائية تكون فيها الإدارة في يعني تجهيزية أو إعدادية في حالة حدوث أي أزمة أو كارثة لا سمح الله للدولة، تكون جاهزة للتعامل مع أي حدث أو كارثة في وقتها. طبعا هذه الخطط يتم إعدادها من الجهات المعنية وزارات الدولة، وعلى ضوءها تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بالتنسيق مع قطاعات الأمنية بوزارة الداخلية بإدراج هذه الإجراءات الأمنية على الخطة. طبعا إعداد الخطط وتجهيزها مو من باب إثارة الهلع والخوف لدى المواطن، بالعكس احنا نبي نوصل فكرة للمواطن والمقيم على حد سواء ان الادارة والدولة بصورة عامة على جاهزية تامة للتصدي لأي كارثة او ازمة سواء طبيعية او صناعية لا سمح الله. وطبعا الامثلة على ذلك كثير، يعني عندنا انقطاع الكهرباء، الماء جزئي او كلي، عندنا لا سمح الله الاوبئة اللي قد تنتشر لأي سبب من الاسباب. من ضمن تدابير الدفاع المدني الخاصة بلجنة الدفاع المدني راح نلقى المخزون الاستراتيجي، وهذا المخزون الاستراتيجي يتم مخاطبات جهات الدولة الست جهات، مؤسسة البترول، وزارة الكهرباء، وزارة الصحة، وزارة التجارة، يتم مخاطبتهم لإعداد المخزون الاستراتيجي الذي عن طريقه يتم تنظيم وتوزيع المواد الغذائية في حالات الطوارئ. مثال على ذلك وزارة التجارة تعد خطتها للمخزون الاستراتيجي، وزارة الصحة تعد خطتها كمخزون استراتيجي للأدوية ومخزون الدم لحالات الطوارئ. كذلك عندك مؤسسة البترول تعد المخزون الاستراتيجي للوقود إن كان ديزل إن كان بنزين إلى آخره. فالمخزون الاستراتيجي يعد من ضمن تدابير الدفاع المدني الرئيسية. أنا ودي أخذ قسم قسم. طبعا إذا تكلمنا على قسم الأمن الصناعي هو يتعلق بجميع الأمور الصناعية والمواد الخطرة، وطبعا في فرقة موجودة عندنا تعمل مدة 24 ساعة مقسمة إلى ضباط وأفراد، نتعامل مع أي بلاغ بأي وقت يتم الاتصال فينا، سواء كان في تسرب مواد خطرة كيميائية أو إشعاعية أو حتى بيولوجية. بالنسبة لقسم الملاجئ واللواء، طبعا الملجأ مقصود فيه هذا ملجأ خاص يحتوي على أجهزة معينة، فيها فلاتر، فيها نظام تغذية مياه، فيها وقود، يستطيع الإنسان عقب ما يدخل الملجأ يقعد فيه تقريبا 48 ساعة أقل شيء، في حماية شاملة عن جميع الأجواء الخارجية إذا كانت متضررة من سواء من كيماوي أو الغبار الإشعاعي. نجي لمقر اللواء. مقر اللواء المقصود فيها قد تتضرر إحدى المناطق أو إحدى المحافظات، نضطر إلى إخلاء هذه المنطقة إخلاء مؤقت. الناس هذه وين تروح؟ طبعا تم التعاون مع وزارة التربية، خذينا من بعض المدارس، والمدارس هاي تكون طبعا على مستوى المحافظات،
وبعد القرارات الوزارية اللي صارت أن يكون مركز مقر اللواء يرأس المحافظ سعادة المحافظ وتحته مجموعة من المستشارين وذوي الاختصاصات يديرون هذا المركز بالإضافة مع رجال الإدارة العامة للدفاع المدني ووزارة الداخلية. هذه منظومة الدفاع المدني الكويتي صقلتها التجربة وأكدت وجودها المعطيات تحقيقاً لسلامة المجتمع في كل الظروف في كل الأوقات من أجل حاضر سعيد وغد مشرق. طبعا مراكز الدفاع المدني بالوقت الحالي هم عددهم 6 متوزعين على محافظات دولة الكويت. طبعا الحمد لله رب العالمين بالمشاريع المستقبلية تم تخصيص عدد 3 مواقع بمحافظات دولة الكويت، محافظة أمبال الكبير، محافظة الأحمدي ومحافظة الجهرة. تم تخصيص أراضي بمساحة 4000 متر. طبعا المراكز راح تكون مراكز دفاع مدني نموذجية متعددة الأغراض، منها تدريب وتأهيل، منها ملاجئ راح تكون عامة للمحافظة. الملجأ اللي نتكلم عنه في الكويت اللي احنا قاعد تشرف عليها الإدارة العامة للدفاع المدني ملجأ ذو طبيعة خاصة، يعني حماية من الأجواء الخارجية ويكون تحت الأرض، يكونوا موجودين فيه مدة 48 ساعة. 8 ساعة تحتاج إلى مياه طبعاً، طبعاً راح تكون موجودة مياه مفلترة نظيفة، يحتاج إلى وجبات غذائية راح تكون موجودة، ويحتاج إلى بعض الطاقم إسعافات أولية في الملجأ هذا. قد تكون هناك أحد الإصابات داخل الملجأ يقدرون يتعاملون إياها. بعد 48 ساعة بإمكانهم الخروج من الملجأ، تكون الأجواء الخارجية سليمة وزال الخطر. هذا المقصود في الملجأ. مراكز اللواء اللي تكلمنا قبل شوي عنها هي إخلاهم من مكان المحتمل الخطر إلى مكان آمن، وبعد زوال الخطر المكان اللي تم إخلاءه منهم يعودون إلى مقرهم. هذا المقصود بين الجهتين. فإحنا الحمد لله بوقت راحة، فالمطلوب مننا نستعد لأي خطر أو لأي كارثة. لا سمح الله ما ودنا يصير شيء ويصير الربكة والهلع كيفية التعامل مع الأزمة، لكن الحمد لله بوجود التنسيق المسبق بالوقت الحالي مع أجهزة الدولة ووزاراتها يتم إعداد خطط، يتم إعداد تمارين، دورات تدريبية، حملات توعوية إرشادية نأهل فيها المواطن كيف يتعامل مع الأزمة، أو كحملات توعوية نوعي فيها المواطن والمقيم كيفية التعامل مع الأزمة. طبعا تمارين الإخلاء ولله الحمد في تزايد، يعني كان في 2015 تقريبا 20 تمرين إخلاء السنة، 2016 وصلنا إلى تقريبا 80 أو 85، حاليا على نهاية السنة بإذن الله راح يكون 100 إلى 109 تمرين إخلاء وهمي. طبعا دور التمرين يأهل الجهة اللي تقوم فيه أنها تكون على دراية بأهمية الدور اللي تقوم فيه أثناء الأزمة أو الكارثة، لأن إدارة عامة إخواننا بدار عمل الأطفاء وإخواننا في وزارة الصحة إدارة طوارئ طبية راح يأخذون وقت اللي هو 5 إلى 7 دقائق للانتقال إلى مكان الحدث. معرفتهم في أسس وإجراءات الإخلاء الصحيحة راح تمكنهم من إنقاذ عدد كبير من الأرواح، تلافي الخسائر المادية. هذا الأمر كله راح يخليهم يستفيدون من نتائج الإخلاء. طبعا مقر اللواء تم استخدامه قبل فتره بسيطه بعد ارتداد الهزات الارضيه اللي صارت ما بين العراق وجمهوريه ايران. اللي صار ان جانا بلاغ من احدى الاسر في عماره ان حصل فيها تصدع، وبعد ما كشفنا عليها بالتعاون مع الاداره العامه للاطفاء ووزاره الاشغال وحضور القيادات الامنيه في نفس المقر المحافظه اللي هي مبارك الكبير،
رأينا بعض التصدعات اللي خفنا تكون فيها يعني على سلامة المبنى وقاطني المبنى، فقمنا بعملية إخلاء وتقريبا أخلينا 12 أسرة تتكون أعدادهم تقريبا 30-80 شخص، وانتهت العملية من ثاني يوم بعد ما فحصنا المبنى وتأكدنا أن الأمر يعني في تحت صار مسؤولية البلدية والأشغال. البلاق اللي حصل بمنطقة صباح سالم تم التعامل معه بإجراءاته حتى تم الأمر بإخلاء العمارة وإخلاء قاطين العمارة وإيواءهم في مقر إيواء في منطقة مبارك الكبير. فمجرد ما صدر تقرير وأمر بالإخلاء على طول أخليناهم وأويناهم في مقر إيواء وكان جاهز. اللي انتقلوا معانا هم مجرد عائلتين، أما باقي الأسر الكويتيين وأغلبهم كويتيين قالوا إحنا عندنا أهلنا وجماعتنا فخيرناهم، إذ تبون حياكم والله، ومقر إيواء كان جاهز مواد الإعاشة وتجهيزه إلى آخره. طبعا تزايد الملحوظ في أعداد التمارين يدل على زيادة في وعي الجمهور لأهمية هذه التمارين ومعرفتهم بأسس وإجراءات الإخلاء. طبعا مع الوقت احنا ودنا ان يزيد هالثقافة هذه وهالاهتمام هذا يزيد يوم عن يوم، واحنا قاعد نحاول في مجال طبعا إدارات أخرى مساندة لنا في باب التوعية، قسم التوعية عندنا والأقسام والإدارات الثانية، أن ينشرون هذا الوعي لدى الجمهور على أساس تزيد أهميتهم فيه. تم إطلاق صافرات الإنذار، فعلى جميع المتواجدين التحلي بالهدوء وعدم الارتباك وإخلاء الموقع. النغمة المتقطعة، تم إطلاق النغمة المتقطعة وتدل على قرب حدوث الخطر، فعلى السادة المواطنين والمقيمين التحلي بالهدوء وعدم الارتباك والاستماع لإرشادات سلطات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام الرسمية. النغمة المموجة، تم إطلاق النغمة المموجة وتدل على حدوث الخطر، فعلى السادة المواطنين والمقيمين التحلي بالهدوء وعدم الارتباك والاستماع لإرشادات سلطات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام الرسمية. النغمة المتصلة، تم إطلاق النغمة المتصلة وتدل على زوال الخطر، فعلى السادة المواطنين والمقيمين التحلي بالهدوء وعدم الارتباك والاستماع لإرشادات سلطات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام الرسمية. التشغيل التجريبي لصافرة الإنذار، بالسنة يتم تشغيل تجريبي على فترتين بشهر 5 وشهر 11. الهدف الأساسي هو تأهيلهم وإجراء تمارين إخلاء وهمية يتم تنفيذه بهذا اليوم. الإدارة العامة للدفاع المدني تناشد الجمهور أن يتعاملون مو بس بتمارين الإخلاء المعدة مسبقا، أيضا مع صافرات الإنذار اللي تجرب مرتين أو ثلاث مرات في السنة، أن يتعاملون معها كأنها واقعية وحقيقية، بحيث أن يعيشون جو الله يقول الكارثة أو الأزمة وشون راح يتصرفون فيها. هذا يعتبر أيضا نوع من أنواع التمارين يعني، فنتمنى أن يستفيدون منه ويقومون فيه بحيث أنه يزيد وعيهم وبنفس الوقت يعطيهم تأهيل زيادة على التمارين اللي احنا الإدارة قاعد تقوم فيها. هذا الوقت أنا أحتاجك أنك أنت تنفذ. أنا صحيح أنا قاعد أطلع على جاهزيتي وجاهزية الصافرات الإنذار إن كنت أسمع وكانت تشتغل أو ما تشتغل. أنا عندي تجربة تشغيل تجريبي صامت، وأطلع على جاهزية صافرات الإنذار عن نظام عن طريق غرفة التحكم، فسهل جدا عندي. لكن أنا أبيك أنت كصاحب المجمع الأمن والسلامة، الشركة اللي كانت ماسكة أو الإدارة، الموظفين الإداريين اللي ماسكين إجراءات الأمن والسلامة بالمستشفى أو الوزارة أو الجامعة أو المبنى الحكومي، أنت تنفذ
تمرين إخلاء وهمي لا سمح الله. طبعا بالنهاية ما يسعني إلا أناشد الجمهور مواطنين ومقيمين أن يكون عندهم وعي وثقافة والاهتمام بهالجانب، لأن الاهتمام فيه صراحة راح يقيهم وايد من أي مشكلة تواجههم في حالة الأزمة أو الكارثة. لا سبحان الله، وإن شاء الله هالشيء ما يصير ويحمي ديرتنا وجميع بلاد المسلمين من أي خطر، لكن أخذ بعين الاعتبار موضوع جدي وضروري بصراحة. أنا ما بيتكلم عن الإدارة العامة للدفاع المدني ما قامت فيه ونفذته بذاك اليوم، حتى بقعة تسرب الزيت اللي حصلت بشهر 8 الأمانة جميع وزارات الدولة ومؤسساتها كلجنة الدفاع المدني قامت بإدارة هذه الأزمة واحتوائها، من مؤسسة بترول الكويتية إلى الإدارة العامة للإطفاء إلى الهيئة العامة للصناعة إلى الهيئة العامة للبيئة معهد الأبحاث وزارة الداخلية خفر السواحل كذلك القطاع الشؤون العمليات إدارة عامة الدفاع المدني جناح الطيران، الجميع شارك وساهم باحتواء هذا والتعامل مع بلاق بقعة الزيت. طبعا إدارة الوقاية المدنية إحدى الإدارات اللي تعمل بإدارة عامة الدفاع المدني، وحنا تقريبا من أكثر من سنتين قمنا في مجهودات كبيرة. طبعا يمكن الجمهور هو اللي راح يثني على الموضوع هذا، أنه بدأ دور الدفاع المدني والوعي بين الناس ينتبهون له. من ناحية أنشأنا لجان كثيرة مع الوزارات كل أبوها، سوينا عمليات ترتيب مع الوزارات مثل وزارة التربية مع الكليات والأمور هذه كده. بالإضافة أن نغطي المواسم مثل موسم الأمطار موسم البر والأمور هذه كل أبوها، وفي خطة طموحة مستقبلية بإنشاء 6 مراكز للدفاع المدني في المحافظات، وجاري إعداد التصاميم الهندسية لها، وإن شاء الله راح يشوفون نقلة نوعية بالإدارة العامة للدفاع المدني. الحمد لله رب العالمين، هناك إعداد وتجهيز لتوسعة صافرة الإنذار بعدد ما يقارب 250 صافرة إلى 300 صافرة على محافظات دولة الكويت، طبعا وفق التوسعة المعمارية للمناطق الجديدة بمحافظة دولة الكويت. هذه من ضمن المشاريع المستقبلية إن شاء الله، واللي راح يتم الإعداد لها بالوقت الحالي والتنفذ إن شاء الله بالقريب العاجل. الجو تعدل وجواء البر والمخيمات بالكويت الصراحة ما تتطوف. شوفة الربع شوي شاي على الفحم، الله! نتجنب المواقع العسكرية والمنشآت النفطية وأعمدة الضغط العالي، ونحرص على تغطية مولد الكهرباء والكيبلات، وننتبه للأحمال الزايدة. غاز أول أكسيد الكربون اللي يطلع من الفحم وقت الاشتعال خطر جدا، انتبهوا وتحطون الدوة داخل الخيمة. نصحوا أبنائكم بخطورة البقيات وضرورة عدم قيادتها في الطرق الرئيسية والأحياء السكنية. الاحترام وعدم إزعاج الآخرين واجب علينا، حافظوا على نظافة المخيم وتجنبوا حرق النفايات. إذا بتقرصون شيء بالسيارة تأكدوا من المواصفات الفنية أنها تكون مطابقة للمركبة ولازم تنظاف بالدفتر. كاميرا بوينت تو بوينت ترصد تجاوزات السرعة، التزم بقوانين المرور للحد من الوفيات والمخالفات المرورية. في كثير من الحملات التوعوية اللي يقدمها الإدارة العامة للدفاع المدني، هناك قسم التوعية والإرشاد وبالتنسيق مع الإدارة العامة للإعاقات العامة والإعلام الأمني، طبعا ننفذ كل سنة حملة توعوية وإرشادية في موسم البر وقت المخيمات بداء من شهر ديسمبر حتى نهاية شهر فبراير على مدة شهور. كذلك بالصيف اللي فات نظمنا حملة توعية إرشادية بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء، حملة ترشيد الكهرباء والماء فترة الصيف اللي فات واستغرقت فترة 3 شهور. كذلك احنا نقوم بحملات توعية إرشادية في مجمعات التجارية ووزارات الدولة ومؤسساتها في المساجد وكذلك بالمستشفيات وكذلك بالجامعات والمعاهد التطبيقية عن طريق الموقع الإلكتروني الوزارة الداخلية بالإدارة عامة الدفاع المدني، راح تستدل على جميع هذه الإجراءات. يعني مثلا في حالة الزلزال في حالة الأمطار والسيول هنا ما تطلع بنفس اللحظة، يعني وقت المطر وقت السيول فأنا ما أستدعي أن أطلع إلا للضرورة القصوى. كذلك وقت الزلزال أنا بالسيارة على طول
أوقف على اليمين، ما أوقف تحت جسر، ما أوقف جنب مبنى. نفس الشيء أنا بالبيت، فشيء طبيعي على طول وقت الهز الأرضي على طول أنزل تحت مكان السلم أو بالسرداب، المهم إنه أو إنك تطلع برا البيت، المهم إنك تتصرف ما تقعد تنطر. كذلك في إجراءات قبل وقوع الحدث، قبل الزلزال، ففي إجراءات احترازية قبل وأثناء وقوع الزلزال، والإجراءات اللي ما بعد الزلزال اللي هو أشوف شنو السلبيات اللي حصلت وقت وقوع الزلزال. وبالختام أشكر الجميع أعضاء لجنة الدفاع المدني، وأقصد فيها مؤسسات وزارات الدولة والهيئات اللي تقوم بمجهود جبار لإدارة الأزمات والكوارث لا سمح الله. طبعا هذا كله تحت قيادة سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونائب وكيل وزارة الداخلية وأعضاء لجنة الدفاع المدني، الوكلاء وكل الوزارات ومدراء العامين الهيئات ومؤسساتها. أعزائي المشاهدين، فقرتنا القادمة راح تكون في مسرح جريمة، راح نتعرف على إحدى الجرائم ونتعرف على الدور اللي قامت فيه وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية. مسرح جريمة، شلون قدروا يكشفون هذه الجريمة؟ تابعونا. قضيتنا ثاني اليوم تتكلم عن العثور على جثة في أحد محافظات الكويت، وبعد ورود البلاغ إلى إدارة مسرح الجريمة انتقلنا كفريق عمل إلى مكان الحادث. فعند الوصول اكتشفنا أن الجثة مدفونة تحت كومة رمال، وضع الجثة يعني مريب أو يثير الشك. في البداية يعني لازم نحط كذا نظرية على أساس نتوصل إلى لغز هذه الجريمة. فأحد الاحتمالات تكون قتل أو تعاطي ما يسمى في الجرعة الزايدة أو انتحار. فبعد انتشال الجثة من كومة الرمال هذه اللي كان مدفون تحتها، اكتشفنا أن اللي مدفون ذكر آسيوي وكان عليه إصابات على الرسغ اليدين. فالحين التحقيق في مسرح الجريمة أخذ مجرى احتمال يكون أو أغلب الظن يكون انتحار. فبعد النقطة هذه الشباب انتقلوا أساس يدورون إذا في آلات حادة أو سبب آثار العنف هذه على الجثة. طبعا قمنا بالبحث عن آثار الجريمة. أول شيء اتجهنا أن نسوي نفس عملية نخل، اللي هو نخل الرمل اللي موجود في مكان الحادث، وهذا الشيء خذ وقت منه طبعا عشان نبي نبحث على عن اي دليل يدل على وجود او انه يكون اما قتل او انتحار. نفس ما قال هالشيء خلانا عشان ناكد انها انتحار، لقينا موس نفس موس الحلاقه الصغير. هذا الموس كان موجودين في كومه الرمل، طبعا رفعناهم وخذيناهم الى اداره الاستعراف. اداره الاستعراف دلت على ان الدي ان اي الموجود في على هذه الاله الحاده يرجع الى الشخص المتوفي، وما في اي خليط او دي ان اي لشخص اخر يشكك انها قتل. فالاحتمال الكبير او النهايه حق هذه القضيه انها كانت انتحار، بسبب ان الاداه اللي استخدمت في عملية الانتحار عليها دي ان اي الشخص نفسه، وان نفس الاداة اللي اثبت الطب الشرعي ان هي اللي استخدمت في عملية قص الاكفر. بعد البحث يعني ما الغينا باقي النظريات عشان نتاكد 100% ان
الحالة هذه كانت انتحار، لجأنا إلى طريقة نقل الجثة في المكان الغريب هذا. فبما أنها كانت في كومة رمال، فتوقعنا أن تم نقل الرمال عن طريق المركبات الإنشائية واللي نسميها إحنا بالعامية النساف. ففعلاً بحثنا في أو توصلنا إلى النساف نفسه اللي تم نقل الرمال والجثة فيه، وتبين أن في حوض النساف لقينا فيه آثار دم، ولقينا بعد آثار القراطيس الموس اللي استخدم في عملية القتال. وبعد طبعاً التأكد من شخصية أو هوية الشخص المنتحر، تبين ما عنده يعني مشاكل مع أحد، وكان عنده يعني مشاكل نفسية أدت إلى قرار الانتحار عن طريق هذه الطريقة. طبعاً كانت مضلة بعض الشيء، لأن وجود الجثة في هذا المكان في هذه الطريقة كان يعني مشتبه فيها حيل، كانت ممكن تأخذ بوتر قتل، بس الحمد لله كل أدلة ومدعومين مع التحليل الطبي الشرعي تبين أنها فعلا انتحار. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين، وفقرتنا القادمة في عين ساهرة خصصناها هذا الأسبوع في قطاع العمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة. راح نتعرف على دور دوريات شرطة النجدة في حالة الأزمات لا سمح الله. شوف هذا التقرير. أنت بالذي تبغيه روحا وأبدا، نحن رجال الأمن في عيوننا، يبقى الوطن يبقى الوطن. اليوم راح نستعرض وياكم دور رجل الشرطة في إدارة شرطة النجدة من خلال تلقي البلاغات من غرفة العمليات 112. بلاغات طبعا اللي عندنا بلاغات كثيرة، تنقسم إلى حوادث، إلى بلاغات سرقات، إلى يعني بلاغات مختلف أنواعها، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية من سيول، من أمطار، من زلازل. احنا ودنا نتكلم بشكل خاص لأنها صارت ويانا قبل فترة بسيطة، بالنسبة للموجة الارتدادية اللي صارت ويانا قبل فترة تعاملنا وياها للأمانة بشكل ممتاز وإشادة الجميع. طبعا في هذاك اليوم الكل في الشارع كان في حالة رعب من هذه الموجة الارتدادية. دورنا احنا كرجال امن طمأنة الأخوة المواطنين والمقيمين وتهدئتهم، وبالفعل قمنا بإعطاء أوامر للدوريات اللي كانت جوالة، وتعاملوا معها باحترافية للأمانة من خلال التحدث مع العمالة الآسيوية من خلال الميكروفون بكلمات بسيطة يعني سهلة توصل إلى مسامعهم. 6-6 صمود، عندك بلاغ؟ صاحب في مرافق حاليا في مرافق الله، وصندي عندي عندي مجمع معلم تصادم في حيل وقادمانة في شارع 9 ربيع. صار معلوم حاليا جاري توجه نفس بلاغ في حيل. سلام صمود. طبعا مثل ما انتم شايفين وصلنا بلاغ حاليا حادث تصادم في الفهيل قطعه 8. اعطانا الممر بالضبط، راح نتوجه له حاليا وراح نتعامل مع البلاغ. طبعا ابرز المشاكل اللي تواجهنا في تلقي البلاغات، لما نحضر الموقع يكون في تجمهر يعني من الاخوه المواطنين المقيمين بشكل كبير يعني، وهذا يعيق عملنا. وانا ودنا نوجه نصيحه لاخواننا بالابتعاد عن هذه الاماكن، يعني مجرد انه يبلغ البلاغ ويستمر واحنا نتكفل بالباقي ان شاء الله، وفي تحويل الجهه المختصه ونتعامل معاه بشكل كامل. والمانعون للفتن.
طبعا مثل ما انت شايف المكان هذا يعني من اكثر الاماكن الازدحاما عندنا بالمحافظه سوق الفهيل بتواجد الدوريات المرور حاليا الله يعطيهم العافيه. احنا في دورنا كاداره شرطه النجده نقدم لهم الاسناد الامني والمروري في هذا الجانب، نقوم بمساعدتهم حاليا في عمليه تنظيم السير كذلك تحويل الحوادث للمخابر المختصه امام الازدحمه هذه مثل ما انتم شايفين. نقوم بتحرير المخالفات بكافة أنواعها بالنسبة للمركبات المخالفة. مثل ما شفتوا أعزائي المشاهدين من خلال جولتنا لهذا اليوم طبيعة عمل أخوانكم في الإدارة العامة لشرطة النجدة، نحن رجال الأمن، في عيوننا يبقى الوطن. والله يحفظ الوطن، والله يحفظ الوطن. مشاهدينا الأعزاء وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، نتمنى نكون قدرنا نوصل رسالتنا الأمنية والتوعوية لإخواننا المواطنين والمقيمين، شكرا لكم ونلتقي معكم في الأسبوع القادم، لكم من أجمل تحية ومع السلامة.